تغني عندما تريد أن تبكي، تبكي عندما تكون سعيدة، وتضحك عندما تكون خائفة. حبها غير مشروط بشيء. هذه هي المرأة. مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في أولى حلقات برنامج ساعة مع بيري والشاذلي. أهلا وسهلا بحضرتك، أخبارك إيه؟ تمام. أنا سعيد طبعا بوجودي معاكم النهاردة، كلنا كمشاهدين وكفريق عمل بيشغل وراء الكاميرات على أعلى مستوى، إن إحنا نقدر إن إحنا نطلع حاجة فعلا تليق بقيمة المشاهد، حاجة بتشتغل على فعلا التركيز على جزئية المرأة. اللي حضرتك عملتي الافتتاحية الرائعة، أهم حاجة إحنا المرأة بالزبط. كيان المجتمع أكيد هي نصف المجتمع وبتبني النصف الآخر. تمام. فده طبعا خلانا إن إحنا نتشجع ونعمل التعاون ده مع بعض، بحيث إن إحنا نطلع أفضل ما عندنا إن شاء الله، علشان خاطر يكون في فعلا إفادة حقيقية، نقدر نطور مستوى المرأة والوصول بها لأعلى المستويات، خصوصا إن إحنا كل المساعي دلوقتي في المجتمع لتمكين المرأة سواء على كل المستويات وكل الأصعدة. إيه الأخبار؟ الأخبار إحنا عايزين نتكلم طبعا وباء كورونا اللي هو مغطي أو شامل العالم كله. في بس فكرة أو مشكلة اتعرضت عندي قدامي على السوشيال ميديا ضايقتني جدا جدا. دلوقتي أنا هعتبر نفسي أن أنا جالي المرض وقاعدة لوحدي في البيت، فوجئت أن في ناس بتنزل على السوشيال ميديا أن أصحاب المطاعم، أصحاب المحلات، حتى الجيران خايفين منها. يا جماعة ده مرض. كمان احنا عارفين ان الواحد لما بيكون عنده مرض اي عيا حتى بيبقى عنده لازم تكون المناعة بتاعته قوية علشان يقدر يتخطى، والمناعة طبعا مشتقة من الصحة النفسية بالزبط. اللي احنا لازم نشتغل عليها، وطبعا جزئية التنمر بالزبط. هي تخيل لما الاقي نفسي في البيت لوحدي، ما فيش حد عايز يتواصل معايا، كل الناس خايفه مني، كل الناس لا ده ايه ده عندها، يا جماعه ده مرض بيجي لاي حد وممكن يجي لك انت اللي انت بتمنع نفسك ان انت تروح للبني ادم ده. انا مش بقول لك روح وتكلم معاه، لا خليك بعيد، بس اسال عليه، اديله حافز بالظبط. خلي تواصل تليفونيا او عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق ان احنا فعلا نعرف يعني نطمن على بعض اول باول، ما نبقاش يعني التباعد مش معناه القطيعه بالظبط، مش معناه ان احنا خلاص ان اي حد هيحصل له حاجه يعني مش عايزين الموضوع يبقى فيه واشد شخص بيحتاج للتقارب في الوقت ده والكلمه الحلوه والطبطبه. الدعم النفسي، الدعم النفسي فعلا المريض بيحتاج فعلا، بتبقى بتفرق معاه نسبة كبيرة قوي، ممكن تبقى نسبة شفائه من الدعم ده. بس أكيد في جانب إيجابي، يعني أكيد مش كل الجوانب، يعني النظرة مش نظرة عامة إن مثلا ده بقى، أكيد في حاجات موجودة فعلا إيجابية. بالفعل في فعلا خطوة إيجابية من بعض الشباب، ودي اللي لفتت نظري جدا. في مبادرة شوية بنات كده وشباب عملوها، بنت برضو قاعدة وبتبص على السوشيال ميديا، شافت إن فعلا في ناس بيشتكوا إن هم قاعدين لوحدهم، وفعلا إن ما فيش أي تواصل بينها وبين أي حد. البنت فكرت الفكرة، عملت مبادرة، المبادرة كبرت، المبادرة اسمها وجبات جاهزة لمرضى كورونا. تمام. طبعا دي حاجة تشرف، اكيد اكيد دي بطلة. هي طبعًا. هم ابطال طبعًا. هي مش بطلة واحدة، هم ابطال بجد فعلا، انا فخورة بيهم جدا. كفاية ان هم هيبقوا مجرد سبب لشفاء ناس كتير، اكيد ده دي كفاية، ان هم بيساعدوهم اكيد، ان ما يبقى فيش فيه خلط او مخلطه مع الناس كتير. لا ده منزلين على الابلكيشن المبادره بتاعتهم اتنين استماره، استماره للمتطوعين واستماره للي عنده المرض او الوباء ومحتاج رعايه او مدعمه منهم، وفعلا بيتم الاتصال بالناس، وده فعلا اللي انا شفته، ربنا يحميهم بيتواصلوا معاهم ومفيش اي احتكاك، بالعكس ده بيتصلوا بيهم وبيعرفوا مكانهم فين وبيروح حط لهم الوجبات بتاعتهم قدام باب الشقه. هتنزل معانا على الشاشه طبعا الصور بتاعت الشباب وصور للحاجه الجميله اللي هم بيقدروا ان هم يقدموها فعلا. تمام. ونتواصل معاهم، لازم نتواصل معاهم، لازم لازم، عشان دي طبعا شباب بتشرف وحاجه ايجابيه بتحصل في البلد.
تخلي الواحد فعلا عنده قوة وعنده إصرار وعارف ان هو ما يجيله حتى مرض زي ده ما يخافش ان هو يقول للناس لأ قول ما تخافش المرض ده زي ما هيجيلك هيجيل غيرك. معانا اتصال من حد من الفريق يعرفنا بنفسه. ألو. ألو. مساء الخير. مساء النور. أهلا بيك. معاكي أستاذة عبير حتى تواصل معاكي. ماي. مساء الخير يا ماي. لا أنا نانسي. زيك. نانسي ازيك يا نانسي؟ الحمد لله كويسة. طبعا أنا فخورة بيكي وفخورة بالفريق اللي أنت كونتيه وفخورة شكرا. كمان بالدعم النفسي اللي أنت عملتيه لمرضى كورونا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. شكرا ليكي. بصي انا مش هتكلم واقول انتوا عملتوا ايه، انا هسيبك انتي تتكلمي وتقولي ايه المبادره اتكونت ازاي وايه اللي بتعملوه وايه المتطوعين ازاي وعددهم قد ايه، انا سايباك انتي بقى تتكلمي وتحكي عن المبادره بتاعتك. خلاص اوكي. احنا مبادره وجبات صحيه لمرضى كورونا المعزولين في البيت. احنا كنا سمعنا يعني كلنا سمعنا عن الناس المطاعم رفضت توصل لهم اكل او ناس رفضت تديهم حاجات وان هم المرضى بيبقوا قاعدين لوحدهم في البيت ومحتاجين ياكلوا عشان يخفوا اسرع. فبسمه مصطفى بدات الموضوع بان هي كتبت بوست على الفيسبوك وقالت انه يا جماعه لو حد يعرف حد مريض وانا عايزه اطبخ اساعده. وبعدين عملنا جروب في نفس اليوم ولقيناه كبر، يعني لقيناه تاني يوم على طول الناس كلها عايزه تساعد وعايزه تبقى معانا. فقررنا ان احنا نعمل استمارات، استمارات تطوع واستمارات تبليغ عن الحالات. تمام. ونلم المتطوعين من كل حته لانه احنا مؤمنين ان النجاه جماعيه. عندك متطوعين كتير دلوقتي يا نانسي؟ احنا عندنا دلوقتي حوالي 1200 متطوع في كل مصر. يعني احنا بنغطي القاهره والجيزه واسكندريه بشكل كامل. بقى عندنا في أسيوط وبقى عندنا في الفيوم بقى عندنا في أماكن كتير. يعني احنا معانا الوجبات شكلها قد ايه مشرف قد ايه جميل وقد ايه بسيطة فكرتها. يعني بتتعرض معانا على هتتعرض معانا على الشاشة. وبرضو انا بنحب نحييكم جدا ونوجه لكم كل الشكر وكل التحية ان انتوا فخورة بك يا نانسي وفخورة بفريقك وفخورة بالتصرف الإيجابي اللي انتوا عملتوه. بجد شباب فعلا زي الورد، شباب فعلا يشرفوا، شباب فعلا قدروا يخلوا جزء من المرضى كورونا اللي عندهم الحاله النفسيه تتحسن اكيد للافضل. تتحسن بمجرد الخطوه الايجابيه اللي انتوا عملتوها. ميرسي يا نانسي. اكيد. بس انتوا اخبار يعني الاجراءات اللي انتوا بتاخدوها للتعقيم وللحاجات دي اخبارها ايه؟ يعني عاملين ايه فيها؟ احنا مع اللي بيطبخوا بنكون معاهم لحظه بلحظه بالصور عشان نتاكد ان كل حاجه تمام. تمام. واللي بيوصلوا بقى عندنا شويه تعليمات كده، هم ما بيتعاملوش مع اي حد خالص، هم بيرشوا كل الاكياس بالكحول. تمام. بيخبطوا بيكلموا المريض بيقولوا ان احنا وصلنا عند باب البيت هنخبط ونسيب لك الاكل. بيخبطوا بيسيبوا الاكل وبعد ما هم بيمشوا المريض بيفتح ياخد الاكل فما فيش اي احتجاج بالمرضى خالص. طيب الحمد لله. طيب انا عرفت كمان ان المتطوعين عندك بيبقوا كذا جزء، يعني ممكن اللي بيطلب ان هو يتطوع في ان هو يطبخ اللي بيتطوع. صح تمام. طب كملي انت. احنا المتطوعين بيكونوا ثلاث حاجات، اما بيطبخوا اما بيشتروا خامات الاكل اما بيوصلوا. تمام. لو حد يقدر يجيب خامات اكل بس مش قادر يطبخها ممكن حد ثاني يطبخها. تمام. بس احنا عندنا والسيدات بنات مكتسحين، يعني اللي بيطبخوا بيوصلوا فيهم بنات كتير قوي. طيب بصي انا فخوره ان انتي بنت وعملتي خطوه ايجابيه زي دي، ده اولا لان انا في حد ذاته ان بنت وهي اللي تفكر الفكره دي يبقى هو مش تحيز. برافو عليها. بس لا برافو عليكي، برافو عليكي بجد، احييكي احييكي. وكنا متشكرين لتواجدكم معانا عبر الهاتف استاذه نانسي، وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم السلامه دايما ان شاء الله. انا ببقى مبسوط جدا لما بسمع الاخبار الايجابيه والحاجات الجميله اللي احنا بنسمعها. انا الخبر من كتر شدته وجماله شدني جامد لدرجه ان انا قلت لا لازم اتكلم فيه. أكيد. لان فعلا بشوف ناس كتير وحالات قدامي حصلت. ستات كبار قاعدين في بيوت لوحدها جالها فجاه المرض، يعني وجدت ان كمان اهلها مش قادرين يقربوا منها خوف من العدوى. طب تمام الست دي ايه وضعها؟ انتوا كده بتقولوا لها موتي، انت كده بتقول لها لا احنا انت بقى موتي بالبطيء. فلا طيب. مش الشعب المصري اللي بيطلع منه كده. الاسره كيف حال الاسره؟ طبعا احنا اكتر حاجه بتهمنا ان احنا الاولاد ينشأوا تنشئه سليمه. طبعا.
عشان ينشأوا تنشئة سليمة لابد طبعا ان هم اولياء امورهم في حال على قدر كل على قدر استطاعته ان هو يكون موفر لهم حياة كريمة الى على قد ما قدرته طبعا. بالظبط. فطبعا حالات الانفصال حالات ال يعني سواء مش الانفصال بس لان الجزئية بقت دلوقتي مش فكرة انفصال ففكرة ان في اولاد فممكن لا فعلا في اولاد في حياة زوجية عادية في حياة زوجية ومفيش نطاق للصرف مش تفاهم ومفيش نطاق للصرف المادي فبالتالي الحالة الاقتصادية بتاعت الافراد اللي هم بتبقى مكونة مثلا من الام والابناء فبتبقى حالة تعبانة جدا. تمام. شايفين في حاجات اتجاهات جديدة وخطوات كويسة جدا نحو الجزئية التشريعية اللي بتخص الحفاظ على الحياة الكريمة للأطفال والزوجات سواء كانوا في حالات ما قبل الانفصال أو تم الانفصال فعلا. تمام. نسمع عن موضوع النفقة بيسري في الحالتين. طبعا احنا هنتكلم في أول حياة زوجية لما بتنفصل بينفصلوا مع بعض. تمام. بيحصل تمام. عشان بقى نتكلم في الموضوع ده كمان معنا استاذة عبلة الهواري نقدمها انا بقى دي عشان انا ممكن اقدمها طبعًا بنفسي طبعًا. سيادة النائبة الدكتورة عبلة الهواري عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. اهلا بحضرتك يا دكتورة. طبعا شرف ليا كبير قوي ان اول حلقة ليا تكون النائبة الام جايلي في مداخلة انا مش مصدقة بجد يعني. ربنا يخليكي لجميع امهات مصر. السيدة الدكتورة عبلة الهواري مقدمة مشروع قانون في مجلس النواب. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. مشرفانا جدا. انا متشكرة جدا على مفردات الكلمات اللي بتقولوها بحقي. ربنا يخليك يا فندم. متشكرة جدا على استضافتكم ليا في اولى حلقات البرنامج. ربنا يخليك يا فندم. دكتورة. دكتورة دلوقتي حضرتك عارفة ان القوانين والمشاكل اللي بتحصل في الأسرة وحضرتك منزلها بنود كتير قوي في مشروع القانون في مجلس النواب. تمام. احنا عايزين نتكلم في نقطة النفقة. دلوقتي الأم بتوصل وترفع النفقة وبعد ما بتاخد حكم النفقة ممكن توصل لمرحلة ان هو كمان ترفع دعوة متجمد وبرضو مش عارفة تاخد حقها. يا إما الأب ساب شغله يا إما الأب باع الشقة ومش موجود. فإحنا عايزين نعرف دلوقتي الزوجة المطلقة اللي معها أولاد والمفروض يتحكم لها بنفقة علشان تعولهم إيه الحل إن إحنا نعرف نوصل للنفقة دي؟ إحنا دلوقتي مش عارفين نوصل لها. خليني بس اتكلم الاول على النفقه علشان نعرفها هي ايه. تمام. نشوف مدى اهميتها للاسره ايه. تمام. الاسره اللي بيحصل عندها انفصال بتبقى النفقه دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لهم. تمام. فالنفقه الزوجيه بتعتبر دين على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق، واحنا كلنا نعرف ان النفقه دي ما بتسقطش الا بالابراء او بالاداء. تمام. والنفقه دي المقصود بيها المصاريف، مصاريف الغذاء، مصاريف الكسوة، مصاريف السكن، مصاريف الفرش، مصاريف العلاج، خدمة الزوجة، تعليم الصغار، كل ده مقصود به النفقة. النفقة. علشان كده أنا بقول لك مدى أهمية صرف النفقة المشمولة أصلاً بالنفاذ المعجل. تمام. أنت بتكلمي بقى في عملية هي خدت حكم، وخدت حكم بالنفقة وبالرغم من كده هي مش قادرة تصرفها. بالظبط. أولاً العملية متعلقة ببنك ناصر ومتعلقة بإدارة تنفيذ الأحكام. تمام. كلاهما هما المسؤولين على عملية النفقة ونفاذها. تمام. أنا شايفة بنك ناصر مقصر تماما فيما يتعلق بنفقة الزوجة جدا، ده ونفقة الأولاد. حد أدنى لو رتبناها هتقول هتقول نفقة الزوجة والأولاد. بالزبط. زي ما حضرتك هتقولي الحد الأدنى 500 جنيه وبيكون محكوم لها بأكثر من كده بكتير. بالزبط. حسب ميسرة الزوج. بالظبط. فطب ده لازم يتعدل، نص المادة ده لازم يتعدل. تمام. اللي الحكم الصادر لابد أن يتم تنفيذه حسب منطوقه أيا كان المبلغ المحكوم بالنفقة قد إيه. لكن من الظلم
ان انا اخلي علشان البنك الحد الادنى في الصرف 500 جنيه فيتم صرف 500 جنيه للزوجه في النفقه. ثاني حاجه سريان النفقه بيكون من امتى؟ بنك ناصر برضو بيقوم بتنفيذ الحكم من تاريخ الاخطار وليس من تاريخ صدور الحكم. يعني ممكن بعد سنه العمليه في منتهى الصعوبه. يعني ممكن تكون خدت الحكم من سنه وحصل اي ظرف ليها ان شاء الله، حتى نفسيتها كانت تعبانه بالظبط عشان الحكم مثلا مش 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 جاي مثلا يتناسب وحجم المصاريف بتاعتها لاي سبب لاي ظرف بالنسبه لها. لكن للاسف الشديد ان هم يقولوا لها انت من تاريخ انت اخطرتي النهارده والحكم من سنتين، لا احنا هناخد من النهارده. هو من اكيد السنتين اللي فاتت احنا مالناش دعوه بيه. اكيد طبعا في مساعي حضراتكم بنك ناصر ده لابد ان القانون يتم مراجعته مره اخرى، والبنود دي لازم يتم تعديلها حسب او لاهميه النفقه. طيب بالنسبه هي جهود حسيسه اكيد وجهود قيمه جدا من حضراتكم ان انتم تهتموا بالاسره، وطبعا كل المؤسسات اكيد في تضافر تام لتنفيذ اي شيء يكون من شانه لصالح الاسره. لصالح الاسره فعلا. دكتوره عبله دلوقتي لو احنا اقترحنا مثلا ان يبقى في شرطه اسريه، بحيث ان احنا عارفين دلوقتي ان العبء جامد قوي على الشرطه، لان طبعا في قضايا ارهاب وقضايا جنايات والكلام ده كله، احنا يكون في عون يعني يكون في عون الشرطه. طب احنا لو ما عملناش ما نعملش ليه الخطوه دي تبقى شرطه اسريه تبقى متخصصه؟ هي بدل شرطه اسريه انا بتكلم على 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 قسمين مهمين جدا في وزاره الداخليه، وهو ما يتعلق بحقوق الانسان والعنف ضد المراه. الاثنين دول لابد ان يتم تفعيلهم، الضربتين دول او القسمين دول لابد ان يتم تفعيلهم، لان ده بيعتبر امتناع الزوج عن سداد النفقه بيعتبر عنف ضد المراه. لازم الاداره دي تفعل وتتخذ هي الاجراءات، ما تستناش اداره تنفيذ الاحكام ان هي تقوم بتنفيذ الحكم ليها، ولكن هي اللي تقوم، هي اللي تنزل، هي اللي تزور بالزبط. هي اللي تشوف تمام. يعني لازم تتابع وتشرف على لغايه ما الزوجه تحصل على حقها، لان الاداره دي انا شايفاها يمكن دورها مش مفعل تماما. وهناك اداره اخرى في وزاره الداخليه، كل مديريات الامن داخل نطاق المحافظات موجوده الادارتين دول، اللي هي اداره حقوق الانسان. اعتقد الادارتين دول بدل الشرطه العسكريه او الشرطه الاسريه اللي حضرتك بتقولي عليها تمام. ممكن كلاهما يقوم بهذا الدور. استاذه عبله احنا متشكرين سؤال جدا. سؤال اخير مع دكتوره عبله، حضرتك طبعا رافضه قانون الاستضافه تمام؟ معايا حضرتك. طيب انا الاستضافه في مشروع القانون المقدم مني لابد ان يكون هناك آليات للاستضافة. أنا مش ممكن لغير الحاضن يستلم الطفل تمام. ومفيش آليات تتبعه تمام. لازم آلية تتتبع غير الحاضن علشان تبقى هي المسؤولة عن الطفل تمام. من تاريخ أن يستلمه إلى أن يتم إعادة الطفل للحاضن. طبعا حضرتك شايفة دلوقتي أن في أطفال كتير بيتم اختطافهم من حتى من أماكن الرؤية نفسها. ده في حاجة زيادة كمان، ده أنا بشوف قضايا لآباء بياخدوا أولادهم ويتحرشوا بيهم. انا شفت القضايا دي كتير طبعا، يعني عذرا للمقاطعه، بس هو كل شيء فيه العنصر الايجابي والعنصر السلبي، وطبعا زي ما يكون في نمازج مشرفه في اكيد يا فندم، وزي ما يكون في نماذج مشرفه زي حضرتك. مصر الاسر كلها مترابطه تمام، الاسر كلها عارفه الصح والغلط، عارفه العيب وعارفه الحرام اكيد. لكن احنا بنتكلم لما بيبقى الظروف استثنائيه بالظبط. عشان كده احنا محظوظين بوجود حد بيقترح اقتراحات جميله زي اللي حضرتك بتقترحيها. انا بقول لازم تكون اليه، لازم يبقى في اليه تتبع ان شاء الله. ان شاء الله. لكن مش كل اب ولا كل اسره طفل محرومه منه، لا طبعا تمام. هناك بالود وبالمعاشره. احنا ما بنطالبش بالحرمان، لا احنا عايزين الطفل يتربى بين امه وباباه عشان يطلع سوي. اكيد تمام. اكيد طبعا تمام. شكرا كلنا. طبعا الوقت لا يسعنا الا ان احنا نشكر حضرتك على مداخلتك الجميله، وتشرفنا باتصال حضرتك معانا، وان شاء الله نتواصل مع حضرتك في حاله مستقبلا بامر الله. تحياتي لحضرتك، مبروك على البرنامج وربنا يوفقك. ربنا يخليك يا دكتوره، العافيه حبيبتي. تحياتي لحضرتك، الله يخليك.
موضوعات كتير وموضوعات جميلة جدا، وعندنا نماذج كتير نسائية مشرفة في المجتمع بتحاول ان هي بتتكلم فعلا بقلب الام، وده اللي انا استشعرته وحسيته فعلا في كلامها ان هي عندنا امهات مش بس جوه البيوت، عندنا امهات ممكن تبقى امهات للاولاد كلهم وبيحسوا بيهم فعلا. طيب. بيحسوا بيهم ربنا. عشان ندخل في الموضوعات الجميلة اللي احنا دايما بنهتم زي ما كنت بقول بالتطوير ومستوى تطوير المرأة على كل المجالات، معانا نموذج نسائي جميل جدا، هنطلع فاصل هنرجع لكم بسرعة.